مساء الخير. النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة السودية. كفتة لذيذة وطعمها جميل جدا، وفي نفس الوقت مختلفة عن كل انواع الكفتة اللي عملناها مع بعض. المقادير: نص كيلو من اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة فيها نسبة من الدهون، عشان الكفتة ما تطلعش ناشفة لازم يكون فيها نسبة من الدهون. معلقة كبيرة من الزبدة، 3 معالق كبار لبن، بصلة كبيرة متقطعة رفيع، معلقتين كبار دي بقسماط، رشة شطة دي حسب الرغبة، ربع معلقة توم باودر، ربع معلقة فلفل اسود، ربع معلقة 7 توابل، نص معلقة ملح، وبيضة. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. في صينية كبيرة على البوتاجاز هحط الزبدة، معلقة الزبدة. اول ما الزبدة تسيح هحط البصل المتقطعة، واخترت صينية كبيرة عشان اعمل فيها البصل، علشان هعمل في نفس الصينية الصوص اللي هنحط فيه الكفتة. وهسيب البصل لغاية لما يتدبل ولونه يبقى زي شفاف. هحط شوية ملح وفلفل كده. خلاص البصل ابتدى يبقى شفاف، هشيله من على العين ونكمل بقية الطريقة. في بولة كبيرة هحط البصل، واحط اللبن والبيضة، واقلب كويس. دي البقسماط، واحط كل التوابل: توم باودر، رشة الشطة دي حسب الرغبة، 7 توابل، الملح، والفلفل الاسود، واقلب كل التوابل معاها. دلوقتي هحط اللحمة المفرومة واقلبها كويس مع بعض. بعد ما قلبت الكفتة كويس جدا هحط دلوقتي عليها بلاستيك راب، وهدخلها التلاجة تقعد نص ساعة لغاية لما الكفتة تتماسك وتشرب من كل التوابل. في نفس الوقت اللي حطينا فيه الكفتة في التلاجة عشان تتماسك شوية، هنبتدي نعمل دلوقتي الصوص. الصوص محتاجين كوباية ونص من الشوربة، شوربة لحمة او فراخ زي ما احنا حابين، 3 معالق كبار كريمة لباني، معلقة كبيرة من الزبدة، ربع معلقة ملح، معلقتين كبار من الدقيق، وربع معلقة فلفل اسود. هنشوف هنعمل الصوص ازاي مع بعض. في نفس الصينية اللي عملنا فيها البصل هحط الزبدة. اول ما الزبدة تسيح هضيف الدقيق، وهخلي الدقيق لما يبقى لونه ذهبي كده. خلاص الدقيق ابتدى يغير لونه، هضيف دلوقتي الشوربة، ويا ريت الشوربة تكون دافية شوية، واقلب بسرعة. دلوقتي هبتدي احدق الصوص، هحط فلفل اسود، شوية ملح، ونخلي بالنا لو الشوربة محيقة ما نحطش ملح كتير. اول ما يبتدي الصوص يغلي هضيف الكريمة، هسيب الصوص يغلي من 5 لـ6 دقايق لغاية لما يتخن شوية. خلاص فاتت النص ساعة على الكفتة، محضرة هنا صينية وحط عليها ورقة زبدة، وهبتدي دلوقتي اكور الكفتة واحطها في الفرن. بعمل كرات كفتة متوسطة الحجم كده. بعد ما شكلنا كل الكفتة هحطها دلوقتي في فرن البوتاجاز على درجة حرارة 420، وهتقعد ما بين 20 لـ30 دقيقة لغاية لما تستوي، وهنرجع نشوف هنعمل ايه بعد كده. الكفتة خرجت من الفرن قعدت تقريبا 25 دقيقة على درجة حرارة 420. هنشوف دلوقتي الخطوة اللي هنعملها بعد كده. هرجع تاني الصوص اللي انا عملته على البوتاجاز. اول ما الصوص الابيض ابتدى يغلي هحط جواه الكفتة، وهخليه ياخد بس 5 دقايق جوه الصوص الابيض، مش اكتر من كده، بس يشرب شوية من الصوص. عشان كده عملت الصوص خفيف شوية مش تقيل قوي، علشان الكفتة تشرب من الصوص اول ما تتحط فيه. كده خلصت الكفتة، هطفي عليها وهنشوف هنقدمها ازاي مع بعض في الطبق. وكده بنقدم الكفتة السودية، بنقدم جنبيها البطاطس البوري، او ممكن نقدم معاها الرز الابيض، والصوص بتاعها بيطلع جميل جدا جدا، وبتبقى الكفتة طعمها حلو قوي. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.